السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلامذة السنة الأولى بكالوريا بجميع شعبها. خلال هذا المقطع سنقوم إن شاء الله بتحليل لرواية La Boîte à Merveilles بطريقة مبسطة. بالنسبة للمشاهدين الجدد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله تعالى. Premièrement, le contexte historique, سياق التاريخي. La littérature maghrébine d'expression française, l'adab المغربي بالعبارة الفرنسية, est né vers la fin des années 40. ظهر في نهاية الأربعينيات، أي 1947 و48 و49. Sous l'occupation française, تحت الاحتلال الفرنسي dans les pays nord-africains. في دول شمال إفريقيا، l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. في الجزائر والمغرب وتونس. Elle est produite par des auteurs maghrébins qui ont étudié la langue française à l'école publique moderne à la mission en France. هذا الأدب المغربي بالعبارة الفرنسية تم إنتاجه من قبل كتاب مغاربة، نقصد بالمغاربة يعني في المغرب البلدان المغاربية، أي المغرب والجزائر وتونس وليس فقط المغرب. qui ont étudié la langue française الذين درسوا اللغة الفرنسية في مؤسسات حكومية حديثة تابعة للدولة الفرنسية. Deuxièmement, la littérature maghrébine d'expression française. الأدب المغاربي بالتعبير الفرنسي. C'est une littérature régionale وأدب إقليمي جهوي produit en français أنتج باللغة الفرنسية qui des auteurs d'origine maghrébine من قبل مؤلفين وكتاب من أصول مغاربية. On ne trouve pas des écrivains français qui ont écrit sur le Maroc. لا نجد كتاب فرنسيين الذين كتبوا في المغرب أو الجزائر أو تونس. Sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est le Maghreb. Vu de l'intérieur, إنه المغرب أي المغرب العربي. Vu de l'intérieur, الذي يرى من الداخل en langue française باللغة الفرنسية من طرف مغاربة مؤلفين وكتاب مغربة. Troisièmement, le courant ou le mouvement littéraire régional. تيار أو الحركة الأدبية الجهوية. Au début, في البداية, la littérature maghrébine d'expression française de première génération. الأدب المغربي أو المغاربي بالعبارة الفرنسية للجيل الأول est ethnographique ou plus exactement documentaire. كان في البداية ethnographique أو بالتحديد وثائقي exotique. كان غريبا. Et folklorique, folkloria. Elle cherche à montrer à la manière d'une carte postale. كان يعني يحاول أن يظهر عن طريق بطاقة بريدية au lecteur francophone يظهر للقراء الناطقين بالفرنسية la vie de tous les jours des maghrébins. الحياة اليومية للمغاربة. C'est-à-dire les coutumes. العادات، الفيت، الأعياد، الكويزين، المطبخ، السوق، الأسواق، المرابط، المرابطين، الكونديشن دو لا فام، الظروف التي تعيشها المرأة، لوتوريتي دو لوم، سلطوية الرجل، لابيومو، اللباس، الكخويونس، المعتقدات، وغيرها من الأمور. 4. لو جون ليتيرير، النوع الأدبي. لا بواط أ ميرفاي، الذي هو عنوان الرواية. صندوق العجائب est un roman de genre autobiographique. رواية من نوع سيرة ذاتية. Souvenir d'enfance, أي ذكريات طفولة. qui comprend plusieurs souvenirs, التي تتضمن مجموعة من الذكريات. Elle est écrite en français, كتبت باللغة الفرنسية, par l'écrivain maghrébin d'origine marocaine, من طرف الكاتب المغربي من أصول مغربية أحمد الصفريمي. est publié en 1954. Les souvenirs relatés à la première personne, الذكريات التي تذكر في الرواية مع la première personne, je, sous forme de petits récits, cœur et autonome. عبارة عن ذكريات وأحداث وحكايات قصيرة ومستقلة.
On peut déclasser ou supprimer quelques-uns sans que l'œuvre perde sa cohérence. يمكننا أن نقوم بحذف بعض هذه الذكريات وبعض هذه الأحداث من الرواية دون أن يؤثر هذا على تماسك الرواية وفهم معناها الإجمالي. Parce qu'il n'y a pas un enchaînement chronologique et événementiel. Mais là, ليس هناك واحد ترتيب الأحداث زمني ويحترم تتبع الأحداث. 5. La structure. La boîte à merveilles, صندوق العجائب, est constituée de 12 chapitres. تتكون من 12 فصلا إنيغو غير متساوية أي هذه الفصول dont les 4 derniers حيث أن الفصول الأربعة الأخيرة فورم أن ريسي تكون لنا قصة كي كومونس باغ لا فايت دو سيدي عبد السلام بإفلاس شخصية سيدي عبد السلام et se termine par son retour وتنتهي بعودته après une longue absence بعد غياب طويل qui a duré un mois الذي يعني دام مدة شهر. 6. L'auteur. سنتعرف الآن على مؤلف هذه الرواية. أحمد الصفراوي. est né en 1915 à Fès. ولد سنة 1915 بمدينة فاس. Il a été à l'école coranique. درس في المدرسة القرآنية. Puis à la mission où il a fait ses études. ثم ذهب إلى البيت حيث أتمم دراسته. Il a exercé plusieurs fonctions dans sa vie. Il اشتغل بعدة وظائف في حياته. Interprète, أي أنه كان مترجم ومعلق. Sous-directeur du musée Batha à Fès. كان نائب المدير لمتحف البطحة بمدينة فاس ودايركتور دي توريزم أغابة ورئيس للسياحة في مدينة الرباط. إلى إكخي أوسي عنده رواية أيضا أخرى من غير لابواتا ميرفي لو شابلي دومبر مسبحة العنباء en 1949 لو جاردان دي سورتيلاج حديقة العجائب en 1981 et la maison de servitude en 2001 et la décédée en 2004 وتوفي سنة 2004. 7. لو ناراتور الراوي. سنتعرف الآن على من يحكي لنا هذه الرواية. لو ناراتور سيدي محمد est enfant de 6 ans. طفل يبلغ من العمر 6 سنوات. vivant avec sa famille à دار شوافة. يعيش مع أسرته في دار شوافة. dans une impasse à دار نوالا أفاس. واحد المكان مسدود أو ينتهي إلى دار نوالا أفاس. Il ne décrit la vie quotidienne de la société marocaine de l'époque. كان يصف لنا الحياة اليومية للمجتمع المغربي في تلك الفترة. Le temps. الآن سنتعرف على الزمن الذي كتبت فيه الرسالة. Au début de colonialisme. في بداية الاستعمار. Dans les années 20. في العشرينيات كون لو ناراتور افي 6 ans عندما كان الراوي لديه 6 سنوات. Dernièrement le résumé خلاصة لهذه الرواية. Dans la boîte à merveille في رواية صندوق العجائب سيدي محمد nous raconte ses souvenirs ça veut dire le narrateur يحكي لنا ذكريات طفولته ses souvenirs d'enfance qui reflètent التي تعكس la vie socio-économique, la vie socio-économique et socio-culturelle et culturelle de la société maghrébine, le société maghrébine des 20, dans les 1920. C'est-à-dire un témoignage de l'auteur sur son époque. Et une sourde ou une rouille de l'écrivain dans زمانه. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.